بمناسبة الهدايا، صحيح انت جبت لمراتك ولا لا؟ اولا وانت بتتكلمي اصلا انا قاعد انت بتقول يا رب ما اسالكش السؤال ده. لا بالعكس، لا 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 خالص والله، بس بقول حاجه تانية بقى. يعني ايه بقى؟ استدعيت حاجه من الذاكره بس ايه، وقاعد كاتب ضحكتي. بس طالما انت نكشتيني من سنتين ثلاثه، انا ما بعرفش التواريخ انا هود. يعني انا بعرف ان النهارده يوم اخر، يعني فاهم، الذاكره بقى بعافيه. انا اشهد لك بدي بصراحه. والله ضايع 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 يعني. ففي مره من المرات كنت راجع من الشغل عادي، وعديت على صيدليه، انا فاكر عديت على صيدليه كنت عايز اشتري حاجه، وانا خارج من الصيدليه جنب منها محل بيكري. تمام. وانا خارج من الصيدليه ريحه البيكري، اللي هو عارفه الريحه اللي تجبرك تسيب اللي في ايدك وتدخلي. فدخلت مش عارف قعدت انكش في ايه، المهم جبت ايه اللي انا فاكره، يعني بقسماط وعيش فينو. فانا داخل البيكري تجيب بقسماط وعيش فيه. انا ما كنتش عايز اصلا ادخل البيكري ولا عايز اجيب بقسماط ولا عيش، بس هي الريحه اللي خدتني. فقلت ايه، عارفه استخسار كده، قلت طب ما اجيب اي حاجه. المهم اول ما دخلت البيت وبفتح الباب، مليكه بنتي الصغيره شافتني. هي بقى طبعا من الناس، انت عارفه الاجيال الجديده بتبقى عارفه التواريخ والنهارده الفالنتاينز. فاول ما شافتني داخل وماسك كيس نايلون فيه بقسماط وعيش، بقى فيه واضح ان الموضوع فيه بقسماط وعيش فيه، فبتقول انت داخل هتدخل على مامي بقسماط وعيش فيه النهارده الفالنتاينز. ودي كانت اول مره اعرف ان النهارده الفالنتاين. لا مش معقول، ممزوكالي زله، اقسم لك بالله بقالي 3 سنين لغايه دلوقتي. طب السنه دي في حاجه اتغيرت؟ هجيب نوع تاني من البقسماط كريم، عشان يعني عايز اقول شيرين الشايب مرات كريم من جميلات الاعلام بجد، انا بحبها جدا، الناس اللطيفه جدا. فلو سمحت هديه كده الماس وانت مروح، على كل حال تمام، من بقسماط بسمسم لالماس. يا نهوان كبيره قوي الفروقات دي.